برغم انه مقل جدا في الاخراج، انما في كل عمل ليه بصمه، ومع كل عمل ليه جايزه. احسن اخراج سينما طارق العريان. ولد بطلا ونجم، لعب العديد من الادوار والشخصيات المختلفه، جعلت من اسمه علامه للرومانسيه ورمز لفتى الاحلام فارس الجوده احمد عز. اللقاءات اللي هعملها وهقفل بيها السنه، وهيكون اجمل انت تحكي عليا. اتفضل يا حبيبي. انا اللي هبتدي. ابتدي يا جماعه. من اجمل اللقاءات اللي هعملها وهختم بيها السنه. ايوه. انا بستضيف صديقي العزيز والفنان، انا بشوف انه من اهم الفنانين الموجودين في مصر في الوقت الحالي وفي الوطن العربي. وعايز اقول لك مبروك سنه جميله، ومبروك التكريم النهارده، وفيلم من احلى الافلام اللي نزلت السنه دي ولاد رزق. ببارك لك وبقول لك جرأة شوية منك انك تعمل الفيلم ده. قول لي الظروف اللي انت وافقت بيها على الفيلم. اولا انا بشكرك جدا جدا انك تشكر اصلا فيا، دي حاجه بتسعدني، لان انت حبيبي وصاحبي واخويا وناجح، واتمنى لك دايما نجاح ودايما اعلى من كده الف مره كمان، ومستنيين نشوفك في السينما، لان انا واثق انك هتعمل حاجات كويسه جدا جدا، ويا رب السنه الجايه دي تعمل احلى فيلم ينزل في سنتها وتاخد جائزه احسن ممثل سينما ان شاء الله. بالعكس والله، لا هتسعدنا وهتنورنا. انا من جمهورك وانت ومن المطربين المفضلين ليا، ودايما ناجح يا رب. نسيبها بقى كمل. لا انا عايز اعرف بجد رد على السؤال. على ايه بقى؟ السؤال هو كان جرأة طبعا، بس الحقيقه مش شبهك قوي. الفيلم مش شبهي، وانا بسعى دايما ان انا اعمل شخصيات بعيد عن الشخصيات اللي انا بعملها. ده بيبقى تحدي جميل للممثل. يعني لما تخش تمثل عز عادي، يعني اللي بيمثل شخصيته بيبقى عادي مفيش جديد، انما لما تروح لحد بعيد عنك احلى، وبتاخد عين الناس. يعني لما تيجي تعمل شخصيه، اعمل شخصيه بعيد عنك، هتاخد عين الناس وهتنجح فيها. الكاست اللي انا اشتغلت معاه بالمخرج هم السبب، هم اللي ادوني التولز اللي انا ابقى فيها كويس. لان الحقيقه انا اتواجدت وسط مجموعه كلهم نجوم، وكل واحد فيهم يعمل فيلم لوحده، بالاضافه لطارق. طارق من المخرجين المميزين اللي انا ساعدت ان انا بشتغل معاهم، وبكرر معاه التجربه كمان السنه الجايه. ان شاء الله يا رب يكتب لها النجاح ويكتب لك النجاح وتعمل احلى فيلم كمان. ربنا يخليك يا رب. انا بس انا ليه سالت الكلام. لا أيوة. سؤال انا لازم اسال سؤال احلى البوم. انا بس الاول انا سالت السؤال ده علشان يعني على انا سالت السؤال ده علشان انا عارف يمكن بشكل ما اجابتك، بس اجابتك مهمه قوي الناس تعرف. يعني مهمه قوي الناس تعرف انه في اوقات انت بتاخد ريسك، واللي يمكن بيسموه الكالكوليتد ريسك، الريسك المحسوب، بيبقى عندك انت محسوب وتبقى شايف كويس قوي انت هتروح بده فين. بس انت عارف احلى حاجه في شغلانتنا دي ايه؟ ان هو ممكن يبقى محسوب بس ما تعرفش النتيجه. يعني انا ممكن اجتهد في فيلم ويجتهد هو يقعد سنتين يفكر في كل اغنيه بيركز فيها جدا، انما ذوق الناس عمره ما كان ثابت، بيتغير بالاحداث نفسها، الاحداث ممكن تاثر عليها. فانت ممكن تجتهد جدا جدا في حاجه بس ما تلقاش القبول المادي او التجاري زي ما احنا بنقول. صح. انما اللي احنا بنتفق عليه او اللي انا واثق ان هو بيعمله الكواليتي، ان هو بيقدم حاجه هتتسمع كمان 5 10 20 سنه. انا واثق من ده، وده اللي انا بحاول اعمله في السينما. ايه الجديد في 2016؟ الجديد في 2016 سينما ان شاء الله، ربنا يستر. بصي، لسه ما استقرناش على كل الناس، فيعني حابب قوي اعلن بعد ما نخلص. اكيد انت فاهم الحكايه دي، اوقات ممكن اقول حد ويتغير فيبقى الحكايه ده ما تقيل شويه، فلغايه ما نستقر خلاص ونبقى فعلا داخلين نصور هنعمل عن كل شيء. انا ببارك لك من دلوقتي، وعارف انك هتعمل حاجه كويسه جدا، وهبقى من اول الناس ان شاء الله اللي هتحضر معاك العرض الخاص ده، وتهنيك على نجاحه باذن الله. يا ريت يا ريت يا ريت، عايزين بس حد يشخشخ. اخبار 2016 ايه؟ الخليه ان شاء الله. هعمل البوم بقى المره دي. طب انا هسيبكم ان شاء الله الخليه. بس عايز اقول ان انا اقتحمت الانترفيو ده، مشاهدين عايد عليهم. انا عايز اقول بس انا اقتحمت الانترفيو،
الانترفيو كان عز، وانا اسف بفوز ان انا بالعكس احنا مبسوطين جدا. كنت عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعايز اقول للناس كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله سنه سعيده علينا كلنا يا رب يا رب يا رب يا رب. ثانك يو حبيبي، النجاح يا رب دايما. خلاص هو معاه الف مبروك بالتوفيق يا رب. نرجع تاني لاحمد عز، والنهارده يمكن جايزه دير جيست جايزه مفضله ومحبوبه لاحمد عز، وليك كذا سنه واخد الجايزه دي ومحافظ عليها. دي السادسه الحمد لله. ما شاء الله. والله نص المهرجان احمد عز. الـ 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 الحمد لله ربنا بيكرمني دايما بان انا بتواجد في افلام فيها نجوم هم اللي بيساعدوني ان انا ابقى كده، يعني هم يستحقوا الجائزه دي قبل مني الحقيقه يعني. وده باين قوي في اولاد رزق ان هي كل الناس اللي اشتغلوا فيه، حتى اللي عامل مشهد او مشهدين كان على اعلى مستوى، بالاضافه لمخرج متميز، موسيقى تصويريه رائعه، التصوير مازن. فالحقيقه انا بشكرهم على ده وبقول لهم الف مبروك، دي جائزتكم قبل ما تبقى جائزتي. احنا انا بقول لك الف مبروك وجائزتين السنه دي، فارس الجوده واحسن ممثل باستفتاء الجمهور. اعتقد هيبقى عندك حافز جامد في 2016، نشوف منك الاحلى بقى ان شاء الله. يا رب. اللي انا بوعد بيه ان انا مش هاثر في اجتهادي ان انا اختار حاجه كويسه، او ان انا اتعب في حاجه كويسه، او ان انا اجتهد باقصى درجه. ده اللي انا بوعد بيه ناس، ده اللي ان شاء الله هعمله. وتعيد على المشاهدين كل سنه يا رب، واحنا دايما طيبين، وامتنا العربيه دايما بخير، ومصر تتقدم بينا، وكل واحد يشتغل ويجتهد اكتر من كده. وخلينا نركز، كل واحد يركز في نفسه، بلاش نركز في الغير. خلينا نصفي شويه انفسنا، خلينا نصفي شويه ضمايرنا، بلاش الحقد والغل. لازم 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 يقل عن كده بكتير لو احنا عايزين نتقدم ولو احنا عايزين ننجح. كل سنه وامتنا العربيه دايما طيبه، ويا ربنا يبعد عنا كلنا كل سوء وكل حاجه وحشه، ودايما ناجحين ودايما مع بعض. مبروك. ربنا يخليك. ميرسي.